بكم من جديد على قناة استثمار عرب، شكرا ل 7091 مشترك. النهاردة هنشرح محفظة الترون اللي بنستخدمها في الايردروبات. يعني دي تاني محفظة معاك تقدر تستخدمها في الايردروبات. قبل بس ما اشرحها حابب اقول لكم على الفيديو ده، انا مش مبين بتجيب رابط الريفرال بتاعك، بتلاقي هنا مهمة الفيسبوك. بعد ما تنضم للصفحة بتاعتهم بتضغط على كونفيرم، بتلاقي رابط الريفرال بتاعك تقدر تروج له وبتزود عندك رصيد من عملة الار ان دي. تعالوا بقى نشرح محفظة الترون. انت اول ما هتخش هتلاقي المحفظة كده، هتدخل على سينج ان من هنا، تضغط على والت. بعد كده هنا بتاخد سيلكت فايل هنا من هنا كده. ده لو انت هتدخل على الكي ستور بتاعك. لو انت عايز تنشئ محفظة جديدة بتدخل على كرييت، بتحط باسورد. اول ما بتحط الباسورد هنا، تعالوا نحط اي باسورد كده مثلا الباسورد ده. بعد كده بتضغط على ساكسي او نيكست من هنا كده. هنا بيتحمل معاك فايل، الفايل ده في الكي ستور بتاعك، ده ما تدهوش لحد. اهو هنضغط على داونلود كده هينزل لنا، ده في الكي ستور اللي انت هتدخل بيه. اهو كده نزل لي هنا، اهو هو ده الكي ستور بتاعي. بنضغط نيكست من هنا كده. ده بتاخد البرايفت كي بتاعك، البرايفت كي ده ما تدهوش لاي حد. ده اللي انت يعتبر برضو بتدخل بيه في المحفظه، بتاخده تنسخه هنا. يبقى انت بتنسخ اول حاجه الباسورد، وبعد كده تاني حاجه الكي ستور اللي انت بتنزله، تالت حاجه البرايفت كي ده ما تدهوش لحد. بعد كده بنضغط على نيكست. بعد كده جو اكونت، كده بتتفتح لك المحفظة. ده العنوان بتاعك اللي انت بتستخدمه في الاير دروبات، تمام؟ ده العنوان. الوالت اهي، الداشبورد بتاعتك او اللي يعتبر البالانس بتاعك بتلاقيه من هنا. ده العنوان بتاعك اللي انت بتستخدمه في الاير دروبات، تمام؟ بكده انتهى شرح الترون، محفظة الترون. محفظة سهلة جدا، تقدر تستخدمها في الاير دروبات. دي تاني محفظة احنا كنا عايزين نشرحها، زائد محفظة الماي ايثر والت. تقدر برضو هسيبها لك اسفل الفيديو الشرح بتاعها. اي استفسار واي تعليق سيبه اسفل الفيديو وانا هرد عليك مباشرة. كان معكم استثمار عرب، شكرا لكم والى اللقاء في فيديو اخر وشرح اخر ان شاء الله.